طيب هي الوضع الكلام اللي اتقال لنا ان او اللي اتقال من الجمهور ان الناس مبسوطه بكاس الرابطه وان موسيماني هيقدر بالنسبه للاهلاويه يعني ان موسيماني هيقدر وده ينطبق على كل الانديه على 17 نادي الاخر لانه الكل هيشوف الناس اللي ما بتلعبش انا فالناس مبسوطه لكن في نفس الوقت حد قال ان لا ان يعني جت موضوع توجيه القرعه على حسب يعني بين قوسين اتقال ان هو ادى الى ان مجموعه النادي الاهلي تبقى مجموعه قويه مثلا هنرجع نقولها ببساطة للناس لو سمحت هل إن أنا أختار أول ثلاثة في جدول الموسم الماضي كثلاث رؤوس مجموعات ده توجيه؟ أو لا ده مش توجيه أول ثلاثة في الجدول وأول ثلاثة رؤوس المجموعات طيب إن أنا النهاردة الأندية اللي بتلعب على نفس الاستاد أعمل لهم قرعة على ثلاث مجموعات ده توجيه؟ لا هما دول الحاجتين اللي حصلوا في قرعة امبارح مظبوط فبالتالي هي بقت واضحة للناس جدا ما عندناش انا عملت تقرير الصبح لا اقصد دلوقتي يعني واحنا بنتكلم هتبقى الدنيا واضحه والحقيقه امبارح ان الحاج عامر قام على طول والقرعه شغاله وقال للي ما كانش مستوعب بعد واحنا جوه لان القرعة. كان في شويه حاجات كده في القرعه وقفت وطلع السيستم فرح قايم الحاج عامر قال يا جماعه احنا بنعمل قرعه من حاجتين كل نادي لان انت عند حاجة مثلا استاد بيلعب عليه ثلاث انديه واستاد بيلعب عليه ناديين واستاد تاني بيلعب عليه يعني مختلف فبالتالي ما فيهاش توجيه وبعدين ما وجهناش قرعه الدوري هوجه قرعه كاس الرابطه يعني اللي هي المفروض ان هي انتوا حابين ان هي تبقى اكتر ما عليهاش لغط فاكيد انها بتاعتكم بس لكن يعني ممكن ما كانتش تبقى واضحه للناس هي واضحه للانديه لان الانديه كان مشروح لها نظام المسابقه وانها هيتعمل كده اوكي لان خاصه مثلا في زي نادي الجونه وانا بحب يعني برضو اوجه الشكر لاداره الجونه ليه؟ لان هم لعبوا في استاد غير استادهم في بطوله كاس الرابطه عشان ما يبقاش في عاطق على الانديه انها تروح تسافر بطيران وكده وجم يلعبوا في القاهره كاس الرابطه واختاروا استاد فبالتالي الاستاد اللي هم اختاروه بيلعبوا عليه هم ونادي الزمالك فكان لازم يتم قرعه ما بينهم يبقوا كل واحد فيهم في مجموعه ما ينفعش الجونه والزمالك يبقوا في نفس الجول عشان بيلعبوا على نفس الاستاد نعم فهي سهله يعني احنا في الاول وفي الاخر وده الكونسبت اللي اشتغلنا عليه احنا ما عندناش غير مصلحه الكره المصريه مصلحه الانديه المصريه فهتلاقي عندنا الدنيا اي حد بيرفع لنا سماعه التليفون الحمد لله متواجدين بنوضح للناس يعني والحمد لله ان ردود فعل الناس هي دي اللي بتديك الحافز على فكره طبعا كان عندها تحديات كتيره جدا لكن لما بتلاقي تقدير الناس والبوش ده موجود هو ده اللي بيخليك تقدر تشتغل طبعا.